إن شاء الله النهاردة بإذن الله معانا عشبة مقدسة، ورق بتاعها والبذور بتاعتها دي يا جماعة كويسة جدا جدا جدا، إن هي بتعالج السكري طبيعي وبتوقف تطور المرض. تمام، فإيه العشبة اللي معانا دي المهمة جدا جدا اللي هي بتوقف تطور المرض وبتعالجه؟ كل المعلومات اللي انتوا هتحتاجوها هقولها لكم واقول لكم ازاي تاخدوها، تمام، والمدة قد ايه وازاي تنظم بيها السكر بتاعك ان شاء الله. فياريت بقى ان مش مشتركين في القناة انزلوا يشتركوا ويعملوا لايك للفيديو ده ويوصلوه لكل الناس عشان كله يستفيد. يلا بينا نشوف ايه اللي معانا دي. اللي معانا دي يا جماعة هي الريحان، وهي عشبة عطرية استخدموها الاوروبيين في القرن ال17 والهنود عشان يرفعوا المناعة الجسم، يعني اصلا دي كانت في الاول بيستخدموها في رفع المناعة، واصلا لها اسامي تانية بيسموها عشبة السعادة او النبتة المقدسة لانها مفيدة جدا 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 للصحة. طيب الريحان دوت نقدر نستفيد بيه ازاي؟ ريحته اصلا يا جماعة بصوا جميلة جدا. نقدر نستفيد بيه ان ممكن تجيبي اوراقه الخضرة دي تحطيها مثلا على طبق الاكل بتاعك، طبق السلطة، لو انت عاملة مشروب شاي ممكن تحطي ورقتين عليها او حاجة، انك بس قيمته الغذائية كويسة جدا وبتقي من بعض الامراض وبتعالج بعض الامراض. فعشان كده هنتكلم ازاي وفايدته لمريض السكري وبعض الامراض التانية. فعرفتي كده الطريقة اللي هتستخدمي بيه الورق ده، ورقتين كده او حاجة بدل زي النعناع كده، ورقتين منه على كوباية الشاي وتشربي او تحطيه على السلطة او تمضغيه. وهقولك برضو في اخر الفيديو طريقة تانية عشان تستخدميه صح. الريحان دوت ليه اسامي تاني، ليه اسم اسمه الحبك، والابحاث قالت ان لو مضغت الورق بتاعه ده هيعمل ايه؟ هيعمل على علاج مرض السكر بشكل طبيعي. يبقى المضغ الورق كويس جدا جدا، لان كده ليه دور في النوع التاني من مريض السكري، وده وفقا لجمعية السكر الامريكية. تاني حاجة يا جماعة، بالاضافة ان هو بيفرز الانسولين بيعمل على خفض مستوى سكر الدم الجلوكوز في الدم، ودي دراسة اتعملت على 40 شخص من النوع التاني من السكر، الطلب منهم ساعتها ان هم يوقفوا الادوية السكري ويبدأوا يشوفوا تأثير الريحان على السكر. لقوا ان هم عملوا ايه الاول، ادوا 2.5 جرام من ورق الريحان ده تمام يوميا، والنص التاني من الناس يعني هم كانوا 40، 20 بياخد ورق ريحان و20 بياخد الادوية لمدة 4 اسابيع شهر كده، وفي النهاية راقبوهم شافوا الدنيا ماشية ازاي والدراسة ماشية ازاي. لقوا ان الريحان بيخفض مستويات السكر في الدم بنسبة 17.6%، ومستوى الجلوكوز في الدم بعد الوجبة لو خدت وجبة ولا حاجة بيأثر عليها بيقلله بنسبة 7.3، يعني من غير وجبات بينزله بنسبة 17.6، وبعد الوجبة بينزل لنسبة 7.3. مهم تاني ان هو بيقلل انطلاق السكر في الدم، بمعنى انك لما تاكلي السكر مرة واحدة بيعلى في الدم، ده بقى بيقلل الوتيرة الانطلاق بتاعته جدا. عشان كده مهم جدا جدا انك انت لما بيحصل لك ان السكر يعلى مرة واحدة بعد الاكل، لا ده بيمنعه. تاني حاجة بيعمل على تقليل نسبة الدهون الضارة في الدم، تمام، ليه؟ لانه فيه زيوت عطرية. تمام، يبقى كده عرفتي ايه وظيفته المريض السكري. اول حاجة بيرفع الانسولين في الدم، تاني حاجة ان هو بيعمل على تظبيط مستويات السكر في الدم، وقلنا بنسبة 17.6 في الناس اللي ايه العشوائية السكر عشوائي يعني، او بعد الاكل بنسبة 7.6. حاجة مهمة برضو ان هو بيقلل زيادة السكر بعد الاكل، كده مفيد جدا جدا لينا لمريض السكري. قلنا ازاي نستخدمه، بتاخدي اوراق ممكن تمضغيها، ممكن تحطيها على الشاي، ممكن تحطيها على السلطة وغيره. طيب هل ليه دور تاني في علاج امراض تانية؟ اول حاجة الريحان ده برضو مهم جدا جدا جدا، يعني العلاج الم المفاصل والعظام، ودي مصاحبة برضو المريض السكري، بيخفف من الالتهابات وغيره. طيب الناس اللي عندهم قلق وغيره، ريحته اصلا بتدي هدوء وغيره، فمهم جدا للتوتر وغيره، وبيعمل على استرخاء العضلة لو عندك مشاكل توتر وغيره،
ولو عندك ضغط او غيره. طب الزيوت الطيارة اللي موجودة فيه؟ موجود فيه البيتا كاروتين والفلافيونات، ليها خصائص بتشتغل كمضادات اكسده. فيتامين كي اللي موجود فيه بيعمل على التئام الجروح، يبقى حاجه مهمه جدا الفيتامين كي اللي موجود فيه. دي اوراقه يا جماعه اهيت، وديت البذور اللي فيه، بس احنا هناخد اوراقه نحطها مثلا ورقتين على الشاي كده او حاجه او على السلطه. يبقى عرفنا ان هو ليه دور في التئام الجروح بسبب المضادات الاكسده، الفلافيونات وغيره. مهم جدا لصحه العين لاحتوائه على فلافيونات، فبالتالي بيعمل على حماية العين وحمايتها من أشعة الشمس كمان. طب ليه فوائد ايه تانية؟ ده كده فوائده كتير جدا كتير، ده انا لسه هقولك واقولك فوائد مش هتصدقها. مفيد جدا لصحة الدماغ لاحتوائه على منجنيز ومضادات أكسدة، عشان كده بيقلل تلف الدماغ والخلايا العصبية اللي في الدماغ، وظائف الدماغ والإدراك والإدراك العام. طيب الناس اللي عندهم ديبريشن، عندهم اكتئاب وغيره، الزيوت اللي موجوده فيه مساعده جدا جدا للقلق وغيره، وبتطلع الهرمونات السعاده، تمام، وبتقلل انتاج هرمونات التوتر. طب اهميته للجهاز الهضمي ايه بعد؟ ان انتوا عارفين مريض السكري مصاحب ليه جهاز هضمي متوتر خالص، فهي بتنظم وبتحسن عمليه الهضم، تمام. ليه برضو؟ لانها بتحتوي على ماده بتساعد على صحه القناه الهضميه وحمايتها من الالتهابات والمشاكل الصحيه، يعني هي ايه زي مرطبه للجهاز الهضمي كده. طيب بتحافظ برضو على التوازن الحمضي والقاعدي في الجسم، لان انتوا عارفين الدم فيه حمض وقاعده، ما ينفعش دي تزيد وما ينفعش دي تزيد. بتعالج عسر الهضم والانتفاخ واحتباس السوائل. طب اهميته للناس بقى الشيخوخه وغيره، ما احنا قلنا فيه مضادات اكسده قويه، فدي بتعالج الشيخوخه، مكافح للبكتيريا، ودي حاجه خطيره جدا، اي عدوى بكتيريه بسيطه ممكن تبوظ الدنيا. لا هو كويس جدا 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 كمضاد بكتيري قوي، مكافح برضو زي ما احنا قلنا بيخفف من الالتهابات ولو عندك تورمات. لقوا الدراسات اللي اتعملت لقيت ان المواد المستخلصه منه بتساعد على التخفيف من التورم والانتفاخ في خلال قد ايه؟ 24 ساعه. لو جسمك منتفخ او غيره بتقلل الانتفاخات والتورم. بيعالج نزلات البرد والسعال، مفيد جدا جدا في التخلص من البلغم في القصبه الهوائيه وغيره، وبيعالج بيحمي من التهابات الحلق، تمام. ودوت هنستخدمه ازاي؟ لو انت عايزه للجهاز التنفسي عموما هتضيفيه على الشاي الاخضر او الشاي، تمام. في برضو في املاح معدنيه كتير جدا جدا، زي ايه؟ في حديد، في مغنيسيوم، ودول بيحافظوا على صحه القلب والاوعيه الدمويه، وبيعملوا على استرخاء العضلات والاوعيه الدمويه، عشان كده بيحسنوا تدفق الدم وبيقللوا خطر تشنجات العضله القلب. مهم بقى هنا برضو بيخفض نسبة الكوليسترول في الدم، بيقلل ال LDL وبيزود ال HDL. ال LDL ده الكوليسترول الضار، بيقلله خالص وبيزود الكوليسترول النافع، فهو مفيد جدا جدا بكل الطرق لكل أعضاء جسمنا، فبالتالي